إلى حدود الساعة 11. وحضر معنا ومشرفنا الأستاذ محمد أحلمي أخصائي في التغذية، ودائما الساعة الثانية الساعة الوقائية. مرحبا بك أستاذي، وصباح الصحة والسلامة وجمعة مباركة. تحية لك أختي سكينة، وتحية لفريق العمل، وتحية المستمعين الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. أحوال طيبة على خير. بارك الله فيك أختي سكينة، شكرا. الله يطول عمرك على خطك. اليوم غيكون حديثنا على البروبيوتيك وعلى البروبيوتيك ولا اش البيبريوتيك البريبيوتيك البريبيوتيك البروبيوتيك البريبيوتيك بالضبط. دابا هيك هي حريف واحد داير مشكل داير قرباله كما كنقولوا. مرحبا مرحبا. اذا السيدي كيفاش نقدروا اول حاجه كنسمعوا هذا المصطلح بروبيوتيك؟ نعم. خذ البروبيوتيك. نعم. كي ينقسم المشكل ديال الغازات في الامعاء، كيحل مشاكل. نعم. على مستوى الامعاء، مفيد على ديك يعني الفلوغا اللي خاصها تكون في. نعم. في المعده ديالنا. هاد الهضره كنسمعوها، ولكن واش هاد الهضره صحيحه ام انه كاين اشكال كبير اللي يقدر يكون على مستوى التغذيه في هاد الجانب؟ نعم، شكرا اختي سكينه. اول حاجه كنشكرك بزاف على الاقل بعدا على السؤال. علاش؟ لان هاد السؤال اللي طرحتي يجب اننا نطرحه في بزاف ديال المجالات، لأن يعني قيل لنا ما قيل، وبزاف ديال الأمور تقالت، ما أنا الأوان أننا نطرحوا هذه الأسئلة. هذا سميتو التفكر. نعم. واحد زائد واحد كيساوي جوج، واخا نعاود نشوفها واش كيساوي جوج ونتأكد منها. لا أستاذي، راني وليت تلميذة نجيبة زعما من نهار أتاي. لا من نهار أتاي وليت كنطرح السؤال، واخا ما نقولش لك راني كنطبق، ولكن من نهار أتاي اللي أنا مرة ما تنسى ليا. قلت لك أستاذ حلمي أتاي ما خصنيش نشربوا مع شوك. قلت لي شكون قالها لك؟ باقاش يهضر مور هادي صافي، ما خصني أي حاجة نسول عليها. هذه أعترف لها بالمستمعين أن سكينة تلميذة مجتهدة، أصبحت مجتهدة في هذا النقاش. بارك الله. شكرا لك أختي سكينة. فعلا واخا نكونوا عارفين واحد زائد واحد كيساوي جوج، خصنا نعاود نطرحوا علاش كيساوي جوج وكيفاش كيساوي جوج، هكا الحقائق العلمية كلها. فاليوم إن شاء الله غادي نهضر على واحد الموضوع هو امتداد للمواضيع اللي هضرنا عليها في حلقات ماضية. إلى تذكرتوا معنا يوم الأربعاء بالخصوص كان عندنا موضوع على المخللات. هضرنا على المخللات، هضرنا كيفاش كيصوبوها الناس، قلنا بلي المخللات راه هو كان الطياب، كان لا كريزين، كان الطياب اللي كان قبل ما يجي النار ب 150 ألف سنة. وبالتالي من بعد ما هضرنا على المخللات وهضرنا على الأمور هذه، شاءت يعني الأمور فيما يخص التتبع ديال الحلقات، وكما كنقولوا حنا تركيب الحلقات من أجل أننا نعطيو قناعات للناس. فاليوم إن شاء الله حديثنا غيكون ربما الاسم بعض الناس كيعرفوه، بعض الناس ما كيعرفوش، تالي ما كيعرفوش غيوليو يعرفوه، غيوليو يسمعوا به. علاش؟ لأن كاين واحد الضغط كبير، واحد الزخم كبير، لأن هذا الشيء داخل في إطار المكملات الغذائية وهذه الأمور. باقي نحن مستمرين في فتح الملف ديال هذه المكملات، أكيد غتكونوا سمعتوا البروبيوتيك والبريبيوتيك. أنا غنشرح لكم إن شاء الله بإذن الله. غير قبل ما نعطي هذه المسألة هذه، خصنا نعرفوا باللي جسمنا احنا هذه خصك تعرفها انت كإنسان خصك تكون عارف هذه المسألة. من رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى ما عطاناش نشوفه بالعين المجردة ما يعيش فوق الجلد ديالنا وفوق الشعر ديالنا وفي الجسم ديالنا من كم هائل من البكتيريات النافعة، الله يجزيها بخير. بكتيريا، عالم بكتيري لا يتصور. تخيل جسمك انت ايها الانسان فيه عدد البكتيريات اكثر من عدد الخلايا بعشرة المرات. يعني شحال جسمك كيسكن فيه؟ جسمك انت هو اوتيل، هو فندق للبكتيريات. صافي، واحد الفندق ديال البكتيريات. هذوك البكتيريات خدامين معك ولا ضدك، سا ديبون شنو بغيتي. شحال؟ 100,000 مليار خلية. وانت كيكون عندك خمسة النعجات خصك تخرجهم وتسرحهم وتراعيهم وتحضيهم ما يمرضوش وتصوب لهم الكوري وتسد عليهم يكون البرد، هذا فما بالو كمية ألف مليار خلية. 100,000 مليار الحلقة ديال اليوم سميتها البروبيوتيك والبريبيوتيك، نعم، ولكن سميتها الاستثمار في البكتيريات. بكتيريات تحكمة، البكتيريا اللي عندنا حنا غتحكم. اي جوج حوايج اليوم اش غنديروا؟ غادي نديروا معاه واحد اتفاقيه شراكه مع هاد البكتيريا. تاعي جسمنا
ليس بجسم معقم، هذه خصنا نكونوا عارفينها. والميكروب لا يعنيش حاجة خايبة ولا يعنيش حاجة زوينة، سا ديبون في استعملته، مي كتصاوب السمن هذاك راه ميكروب اخا. فاليوم ان شاء الله سوف نتحدث عن هذا الاستثمار في البكتيريات، لان انا الاوان اننا نهضروا، والحمد لله احنا في برنامج الصحه والسلامه وصلنا مع الناس لواحد المستوى اللي نهضروا على هذا الموضوع هذا، اللي هضرنا على بزاف الامور. نهار الاربعاء هضرنا بشكل عملي في المطبخ، اليوم غنهضروا تحت الميكروسكوب. فانت يا دابا شوف يدك بالميكروسكوب، الكم الهائل ديال البكتيريات راه لا يتصور، راه ما تجيكش على البال. 3.8 10 على بويسونس 13، يعني 3.8 10 يعني اس 13، يعني ملي كتقول انت 10 يعني 3.8 10 على بويسونس 13، يعني زيد 13 زيرو قدام هذا العدد هذا. هادو هما عدد البكتيريات اللي كاينين في الجسم ديالك، يعني واحد لو شيفر اللي هو انورم كبير بزاف. اذا لابد اننا نديروا اتفاقيه شراكه مع هاد البكتيريات والاستثمار في البكتيريات. المشروع ديالك قلت انا في الاول ديال 2023 قلت لكم ديروا يعني مشروع للحياه ديالك والصحه ديالك، واخا باش هكا. دونك شنو غنديروا حنا اليوم؟ غنديروا اتفاقيه شراكه مع هاد المخلوقات هذه، وغادي نوليو نعرفوها شنو كتبغي شنو ما كتبغيش، شنو كتاكل شنو ما كتاكلش، علاش علاش؟ لان هي اللي كتحكم لك في الامتصاص، هي اللي كتحكم لك في المناعه، هي اللي كتحكم لك في المزاج، هي اللي كتحكم لك في الكوليسترول، هي اللي كتحكم لك في السكري، هي اللي كتحكم لك في الوزن، هي اللي كتحكم لك في السعاده ولا الاكتئاب ديالك، هي اللي كتعطينا القولون العصبي، هي اللي كتعطينا المغص عند الاطفال، هي اللي كتعطينا التهابات للمعده ولا الامعاء، هي اللي كتخلي الجرثومه واش تطلع ولا ما تطلعش، هي اللي كتعطينا التهابات ديال الجيوب الانفيه، للحساسيات كلها من البكتيريات، الكونديدا البيكون لما كتغلب البكتيريات كتعطينا هاد المشاكل، امراض الكبد، امراض المراره، اكثر من هكا الامراض التناسليه لا عند الذكر ولا عند الانثى، الكونديدا ديال الجهاز التناسلي لا عند الذكر ولا عند الانثى، التهاب المفاصل، العدوى ديال المسالك البوليه، الامساك، اكثر من هكا اكثر من هكا. وربما هاد المعلومه هذه لاول مره الناس غيعرفوها. على بالك انت في حاله ما اذا كانت عندك المراره دونك هاد البكتيريات هادو لما كتكون مربيهم مزيان ومهلي فيهم، انا غنقول كيفاش كنتهلاو فيهم بالماكله، داكشي اللي كتاكل انت راه كتغذي الخلايا ديالك والبكتيريات ديالك. دونك لدرجه ان الا عندك المراره شنو كدير هاد البكتيريات؟ كتعاون الكبد، عارفه الكبد كيدير ب 900 عمليه حيويه اللي وصلت له الان العلوم دابا وصلت تبتات ان الكبد عنده 900 عمليه حيويه وما خفيه كان اعظم. فالكبد باش تنقص عليه الضغط تخيلوا تصنع بكتيريات، تصنع عصاره المراره كتسمى لابيل سكوندير، العصاره الثانويه هذه في حاله ما الى كان الكبد المراره مازال. الى حيدتي انت المراره تصنع هاد البكتيريات عصاره المراره. وشكون بحالك؟ انسان وصل لا قدر الله زول المراره، جاو بكتيريات على مستوى الامعاء ولاو يصوبوا لك لا كتسمى لا بيل سكوندير. هادشي في حاله ما الا تهلينا. واكثر من هذا اكثر من هذا كيصوبوا واحد الهرمونات على مستوى الامعاء، مستحيل يكون عندك قولون عصبي ومستحيل يكون عندك للقولون التقرحي، كيتسموا لي زيكوزانويد. في علم الاندوكرينو، في علم الاندوكرينولوجي او لا في علم الغدد الصماء، هاد العلم هذا داخل في كل غده، اي غده، الغده الدرقيه، الغده. علاش الامعاء ما داخلش في هاد العلم هذا؟ يعني باغ ديفينيسيون العلم ديال الاندوكرينولوجي هو علم يدرس كل غده تفرز هرمونات. الامعاء الا تفرز هرمونات؟ نعم تفرز هرمونات، سميتهم لي زيكوزانويد. خا باش هكا نوضحوا هذه الامور هذه. اذا انا عندي بكتيريات، عندي واحد القطاع ديال البكتيريات خصني نستثمر فيهم. كاين جوج انواع ديال الناس، كاينين الناس اللي عاطين فرصه لهاد البكتيريات وكيغديوهم مزيان وكيوكلوهم مزيان
حنا غادي نشوفوا العلف ديالهم، العلف ديالهم والاكل ديالهم راه ماشي الشمندر ولا الشعير ولا هذه ولا هذه، عندهم واحد الاكل خاص هما البروبيوتيك والبريبيوتيك، واللي جاي من الغذاء ماشي من شي حاجه اخرى. باش ما نبقاوش ندوروا على 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 بعض الامور واخا. فهاد البكتيريات هادو يجب ان تستثمر فيها انت كانسان، انت كانسان اللي كتسمعنا دابا عندك جوج حوايج، سواء مغدي هاد البكتيريات وخدامه معك فاش في الامتصاص في المناعه في المزاج في الالتهابات حتى لدرجه انها تنظم نسبه السكر في الجسم، تنظم نسبه السكر وتتحكم في الوزن بشكل مباشر. دابا تصور ولات واحد عمليه جراحيه، كنسمعوا زرع الكبد، كنسمعوا زرع القلب، دابا ولات زرع الماده يعني اللي كنسميو حنا لا ماتيغ فيكال كتسمى ترانسبلونطاسيون فيكال. شنو هي ترانسبلونطاسيون فيكال؟ هو انك يجيبوا، تخيلوا كيجيبوا الخروج ديال واحد اللي عنده هاد البكتيريات النافعه ويزرعوها في واحد اللي ما عندوش هاد البكتيريات النافعه وعنده زياده في الوزن وكينقص في الوزن. تصوروا تخيلوا فين وصلنا، كتسمى لا ترانسبلونطاسيون فيكال. سيروا بحثوا فيها. فهنا شنو كنكونوا كنديروا؟ كنكونوا خصنا نستثمروا في هاد البكتيريات. فانت عندك جوج حوايج، اما كتاكل مزيان وكتهلا في هاد البكتيريات، وهاد البكتيريات نزيدكم حاجه، تصنع الفيتامين بي 1 وتصنع الفيتامين بي 2 وتصنع الفيتامين بي 12. اش بالكم؟ يعني راه شيء جميل جدا باش تلقى نتايا بكتيريا خدامه معاك. اكثر من هكا، تحول الالياف، الناس دابا كيقولوا بعض الالياف لا تهضم. علاش لا تهضم؟ علاش بعض الالياف لا تهضم؟ لان هي الغذاء ديال هاد البكتيريا هادي. تصنع، تخيل، من الالياف انت مستحيل شي مختبر يصوب لك من الالياف دهون، احماض دهنيه، مستحيل. البكتيريا هادي تحول الالياف من الياف الى احماض دهنيه قصيره السلسله. احماض دهنيه قصيره السلسله كتزاد على الفيتامين دي، مي كتزاد على الفيتامين دي الجسم ديالنا كيصاوب الديفونسي والكاتاليسيدين، هما لي زونتيبيوتيك ديالنا. شتي كيفاش البكتيريات كتصاوب لك لي زونتيبيوتيك؟ حيت الا كانوا عندك لي زونتيبيوتيك ديالك ما غتحتاج تجيب لي زونتيبيوتيك من برا. الا كانوا عندك الكورتيزول من الجسم ديالك ما غتحتاج تجيب لي دروكورتيزون من برا. فوقاش كيوليو الناس ياخذوا لي كورتيكويد، مي كيتسالى الجسم كيقول لك ما بقيتش قادر نفرزو. فوقاش الناس كيحتاجوا انهم ياخذوا لي زونتيبيوتيك، مي كيكونوا عندنا لي زونتيبيوتيك ما خدام. هل يعقل ان جسمنا يحتاج هاد لي زونتيبيوتيك ولا يفرزهم؟ الجسم يفرز لي زونتيبيوتيك، لكن الخماء هاد البكتيريات بالخصوص هي التي تقوم بهذا الدور هذا. مالوغوزمون كاين بعض الناس اللي عندهم بكتيريات نافعه، المزاج مزيان، السكري مقاد، الوزن مقاد، ما كاينش اكتئابات، وكاين بعض الناس للاسف اكتئابات، وزن، سكري، مشكل في المزاج، مشكل في المناعه، الروح دائما، المناعه ديما هابطه، كوفيد كتبقى فيه ديما، ما كتزولش منه، عنده عياء، عنده هذه التحاليل كلها مزيانه، ايبورتون كل شيء مشكل، تسكنكم الخمائر. مي كتكمل الخمائر، شنو كيوقع على الخمائر؟ خطيره. البكتيريات سبحان الله، البكتيريات النافعه كتعرف بلاصتها فين كاينه، فين كاينه؟ كاينه في الامعاء شي شويه وفي القولون. البكتيريات الضاره والخمائر مي كتلقى الفرصه كتطلع لانتستان غريل، كاين الديودينوم، جيجينوم، ليليون، كتبدا من ليليون كتمشي للجيجينوم، كتمشي للديودينوم، فكتطلع للمعده وكتولي عندك الجرثومه الحلزونيه. اللي عندهم الجرثومه الحلزونيه كاملين مروا من هذه المرحله هذه. اي واحد عنده جرثومه حلزونيه، المحليات، داك الشيء محمر، المضافات الغذائيه، هادو هما الاعداء ديال هاد البكتيريات النافعه اللي خدامه معنا الله يجازيها بخير. وقلت انا تقدر ب 100,000 مليار بكتيريا. فإما أن تعطيها ما يلزمها، وأنا غنقول لكم شنو كتبغي. واخا سمحتي لي أستاذي قبل ما نعرفوا شنو كتبغي، شنو هو الفرق ما بين البروبيوتيك والبريبيوتيك؟ أنا غنجي، لأن هادوما هما الغذاء ديال هاد البكتيريات هادوما. وإما أنك يكون عندك خمائر، كاين ناس اللي مستعمرة خمائر، مستعمرة خمائر، كرشك ديما منفوخة، أمراض، اكتئابات، وزن زايد،
مشاكل في السكري، مشاكل في الايض، ميولات للما هو حلو. كتلقى راسك انت علاش كتميل للما هو حلو؟ راه 100,000 بكتيريا، عاد زائد عندنا الخمائر، وعندنا لي بكتيري اوتيل، عندنا لي بكتيري كومونسال، وعاد عندنا لي بكتيري باتوجين. مي كتسيطر انت على عليك البكتيريات اللي هي غير نافعه، كتولي تطلب لك داكشي اللي بغات هي. كتلقى راسك كتشهى الحلاوه، الا حطوا لك اتاي بلا محلي ما تقدرش تشربو، خصك الخبز الابيض، خصك تدير هذه، خصك تقلي بجي زيت على من الله فين منين جايه. هاد الامور كامله عرف راسك بلي انت مستعمره ديال هاد الخمائر هذه. فبغينا نتهلاو في هاد البكتيريات النافعه، مشينا مجدودنا من هذه شحال وما كيتهلاو فيها. غير جا العلم عطى واحد السميه، انا سوف اتحدث عن الاسم ماشي المنتوجات. المنتوجات لان نحن في المغرب ما محتاجينهاش، وبالعكس بعض المرات كتسبب لنا مشاكل. خصكم تعرفوا باللي اي منتوج دخلت فيه بكتيريات، لعبات فيه بكتيريات، كيطلع لنا الهيستامين. وبالتالي باش ما نبقاوش نعطيو للناس بروبيوتيك بريبيوتيك هكا على هوانا وهاد الامور وهاد المسائل هذه كامله. الفرق بيناتهم عندنا بري بيوتيك وبرو بيوتيك. بري بيوتيك هو الغذاء، ذاك العلف، الغذاء ديال البكتيريات النافعة. البروبيوتيك هما البكتيريات الحية. يعني انت مي تسمع بروبيوتيك عرف بكتيريات حية، مي تسمع بريبيوتيك عرف غذاء البكتيريا. فين هذه يعني الفرق يعني بيناتهم. فنجيو حنا للغذاء البكتيريا هو الاول. لو بريبيوتيك، البريبيوتيك ميمشي انت كتاخذو، عرف راسك باللي انت في جسمك لما كتاكل كتعطي لي بريبيوتيك، كتعطي الغذاء ديال. مثلا مثلا البطاطا القصبيه، شكون بقى ياكلها؟ عرفتوا البطاطا القصبيه شنو كدير؟ البطاطا القصبيه تعشقها البكتيريات النافعه، تعشقها لواحد الدرجه. عرفتي مي كتعطي مي كتاكل البطاطا القصبيه؟ فلان بعض المره الناس كيمشيو كيركزوا على البروبيوتيك. البروبيوتيك ما تنساوش، وسيرتو لما كتكون على شكل مكمل. البروبيوتيك لما كتكون على شكل مكمل راه غالبا ما كتدوش من حمض المعده، ما كتدوش، يعني كتموت هي في حمض المعده، على عكس البروبيوتيك اللي يجي من الغذاء. فانت من الافضل اننا نغذيو البكتيريا، ماشي ناخذوا بكتيريا حيه، ناخذوا لي بريبيوتيك. شنو هما لي بريبيوتيك؟ البطاطا القصبيه، البطاطا القصبيه كتاكلها لاحظوا انها رطبه، كتدوز عبر المعدة وكتوصل للأمعاء وكتغذي البكتيريات النافعة. هذه البطاطا القصبية. اللبن، اللبن إذا كان جيد كذلك هو بروبيوتيك وبريبيوتيك، فيه بعض العصيات ديال البكتيريات النافعة، وتا هو كيغذي. علاش الناس ملي كيشربوا اللبن كيتنفخوا شي شوية؟ علاش ملي كتاخذ انت القطاني كتنفخ شي شوية؟ علاش ملي كتاخذ البطاطا القصبية والبطاطا الحلوة؟ لاحظوا أنا الناس كيقول لك لا خدينا البطاطا الحلوة وحسينا بواحد النفخ، علاش؟ هذا كيكون حارب البكتيريات النافعة على البكتيريات الضارة، لأنك أنت زكيتيها وعطيتيها الغذاء ديالها، ناضت فاقت. شنو غدير؟ غتمشي تحارب البكتيريات الضارة، هذاك الشيء انتفاخات من بعد يومين كيزولوا. خذ أنت البطاطا القصبية، النهار اللي غتاكلها تحس بانتفاخات، من بعد يومين ثلاث ايام الناس ما عارفينش. بعد المره كتاكل الحمص، راه الحمص بحد ذاته غذاء البكتيريات النافعه. هذاك الانتفاخ راه ماشي ديما كيكون مشكل، علاش؟ لان كتكون حرب. بحال مثلا كتلقى مثلا هذه شحال في قديم الزمان واحد البلاصه فيها حرب، الغباريه نايضه، نايض الغبار، نايض الغبره، وهذه من بعد كلشي كيتكالما وفاز هذا على هذا. هكا عاوتاني مي كتدخل البكتيريات النافعه في حرب مع البكتيريات الضاره. مي عطيتيها انت البطاطا القصبيه وعطيتيها الثوم، الوغ الثوم فيه الياف وفيه مواد الاليين اللي كتحول الاليسين وكتحول مواد كبريتيه. هذا علاش جدودنا هذه شحال الثوم ديما عافاكم بركوا عليه، ما تخليوش الثوم هكاك صاين في الطياب ديالكم، لان مي كتبرك عليه عاد كيخرجوا الانزيمات اللي تحول الاليسين للاليين وكنستافدوا منه اكثر. البصل مثلا، البطاطا الحلوه، السمن، اروع ما جابت البشريه هو السمن والخميره البلديه. الخميره البلديه لانها ما كتوصلش على شكل بروبيوتيك، علاش؟ لان ما كنطبخوا الخبز، ما هي كتقوم بالعمليات
على مستوى الخبز، تقطيع الجلوتين بالبروتياز، وبتحرير المعادن اللي هي دو بلوس لي بيفالون من خلال الفيتاز اللي كتحرر حمض الفيتيك. هادشي كله عالم، شي عالم البكتيريات. لو كان شي فيلم يعني يتم انتاجه على عالم البكتيريات ترون اننا واحد الرحمه واحد النعمه فيها لا تتصور. بارير على مستوى الجلد، بارير على مستوى العين، بارير على مستوى الراس، بارير على مستوى الامعاء ديالنا. مي كتمشي لك البكتيريات النافعه، كتمشي لك داك الطبقه اللي كتحمي لك الامعاء كتسمى طبقه الميكوس، وكتدخل البكتيريا في الضاره وكتولي التهابات قولون عصبي، القولون التقرحي. اغلب الناس دابا 100% الناس اللي عندهم القولون العصبي عندكم اكتساح الخمائر، الخمائر اللي ساكنه في القولون ديالكم ماشي البكتيريات النافعه. اذا بريبيوتيك غذاء البكتيريات، طبق صبيه، الخرشوف، ثوما، البصل، تطحلوة، جميع الأغذية الموسمية. علاش؟ لأن هاد البكتيريات كتحتاج ألياف السيلولوز وليمي سيلولوز والبيكتين، هادو هما الألياف اللي كاينين في أي غذاء شفتي لقيتي فيه ألياف عرف راسك باللي ستغذي البكتيريا النافعة، الشرط أنه يكون غذاء الموسم. إذا كنتي كتاخد الموز، الموز يغذي البكتيريات الضارة، نكونوا واضحين. الإنسان كي يأخذ المواد الحلويات، المحلي الخبز الأبيض يغذي الخمائر والبكتيريات الضارة. المضافات الغذائية، أغلب المواد المصنعة، لا الساكاروميسيس تيريفيسي اللي الناس كيصوبوا بها العديد من الحلويات، لاسبارتام، السيكلامات، السوربيتون، لي زاديتيف أليمونتيغ، لي كولورون، لي زيكزوستور دو غو، اللي كهذوما كاملين إلا جاتكم أسماء غريبة راه كتاكلوها يوميا في العديد من المواد المصنعة. هذه ترشح كفة الخمائر، ولما ترشح كافة الخمائر التهابات، أمراض المفاصل، أمراض السكري، اكتئابات، زيادة في الوزن، مشاكل امتصاص، مشاكل المناعة، العديد من المشاكل الالتهابية والعديد من الالتهابات ديال الجيوب الأنفية، هاد الرواح اللي كاين دابا، مشاكل في الكبد، الإمساك، هاد الأمور وهاد المسائل هادي كاملة والتهابات بالجملة. علاش؟ لأن كترشح البكتيريات الضارة والخمائر، والبكتيريات الضاره كتفرز دي ميتابوليت كيتسموا لي ليبوبوليساكاريد اللي كيعطيونا التهابات. دونك كاين واحد النوع ديال البكتيريات اللي كتسمعوه دابا غتسمعوه انهم كيضيفوه في بعض المواد، راه كاين عندنا مثلا لاكتوباسيلوس، غتسمعوا البيفيدوباكتير واللاكتوباسيلوس، العصايه اللبنيه. اللاكتوباسيلوس بلا ما يتفضل علينا شي واحد، راه كاينه في خيزو مصير، كاينه في الحامض مصير، كاينه في الزيتون مصير، كاينه في البسباس مصير، كاينه في المكور مصير، كاينه في الشوفلور مصير، كاينه في الباربا. اي حاجه مصيره راه هضرنا عليها نهار الاربعاء، ارجعوا للحلقه هضرنا على لي زاليمون لاكتو فيرمونتي. لي زاليمون لاكتو فيرمونتي كاملين فيهم كل الغذاء ديال هاد البكتيريات هادية. بقات نقطة أخيرة، فوقاش كنعزو الجسم ديالنا بأخذ هاد البروبيوتيك والبريبيوتيك اللي جايين من الطبيعة. البريبيوتيك هو الغذاء والألياف، أي حاجة فيها ألياف، خديتي مثلا تفاحة في الوقت ديالها فيها البيكتين تغذي البكتيريا النافعة، خديتي بطاطا حلوة تغذي، أنا قلت لكم دابا نسكينة بطاطا القصبية، أروع ما ممكن تعطي للبكتيريا النافعة باش تصاوب لك حمض البيتوريك هي البطاطا القصبية ولا والبطاطا الحلوه اللي ما بقاش نس واللافت والحلوه ديال مازال الوقت ديالها. وي دابا انا راه عاد كليت البارح البطاطا لورونج الحلوه اورونج روعه بحال القرعه. شوف هي دايره بحال القرعه الحمراء كتجي جديده في الطاجين، اول مره انا ناخذها لانه جات الفرصه في خديتها رائعه جدا. نعطيك بعجاله شنو ممكن ترفعي نسبه المتعه ديالك بهذا الغذاء. اول حاجه ذوقيها خضراء، هتجيك بحال مذاق ديال البلوط الاولى، وفيها واحد الحليب هذاك اللاتكس روعه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. هذاك اللاتكس ذاك الحليب اللي كاين في البطاطا الحلوه، تقدري ديريها في الفران، شويها، جبديها، بغيتيها خفيفه طحنيها مع عصير البرتقال خفيفه تشربيها هكا، بغيتيها تاخديها بالمعلقه ديريها قاصحه شويه ديال العصير، بطاطا حلوه بزاف حطيها في الزلافه، شدي الفواكه الجافه رمشيها وديريها الفوق وخديها بالمعلقه كتجي روعه بكل ما تحمل الكلمه. اكثر من هكا ممكن اننا نديروها زعلوك، يعني زعلوك كتجي روعه. اكثر من هكا
شويه غا في الفران جبديها قسميها على جوج بالموس، ديرها شويه ديال شويه ديال ديال القرفه، اي شويه ديال القرفه وشويه ديال زيت الزيتون، كتجي روعه. تاخديها هكاك بالمرق مع القابي كل ما تحمل الكريمه معا. شوف بطاطا حلوه معشوقه معشوقه لهاد البكتيريات النافعه، احسن بريبيوتيك من مع البطاطا القصبيه ومع الـ مع الـ 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 السمن. هادو مروعه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. هادشي اش قلت لكم انايا، استثمروا في هاد البكتيريات، راه شئنا ام ابينا 100,000 مليار خاليه. تصور انت عندك قطيع ديال الغنم 100,000 مليار قطيع، ما كياكل لك والو، كيقول لك ياخذ شي حاجه زوينه واي حاجه خايبه خديتها عرف راسك باللي انت تدمر هاد الميكروبيوم، وكنتحولوا من سامبيوز لديسبيوز. شنو هي لا ديسبيوز؟ هي مي كتغلب لنا البكتيريات الضاره. والله شوف ثقوا بيا، الى لما هاد البكتيريات كتلقى راسها ستصنع لكم العجب العجب في كل الامراض اللي نتوما كتعانيو منها. فوقاش خصنا نعزلوا الاستهلاك، لا قدر الله شي واحد خدا شي مضاد حيوي، الى مثلا عانينا من العديد من الاسهالات، الناس اللي الاطفال اللي تزادوا ولاده قيصريه، خصكم تعرفوا بلي البكتيريات الورث اللي كناخذوا حنا من عند الاباء ديالنا مي كت خلال الحمل ومي كيتزاد الدريري كياخذ الفلوغ فاجينال ديال لا مامون ديالو، يعني سيزاريان عطانا بزاف المشاكل. ما كنهضرش على الناس اللي عندهم الحالات اضطراريه، كنهضر على السيده اللي كتجي عند الجينيكولوج كتقول له عافاك انا بغيت نولد ولاده قيصريه، ما بغيتش انا هذيك لا دولور. هذيك الفلوغ فاجينال مهمه جدا في البكتيريا النافعه عند الطفل، والرضاعه، ومن بعد فاش كنساليو الرضاعه كندوزو للغذاء التكميلي. لما الناس اللي كياخذوا الادويه ديال الاكتئابات، الناس اللي كياخذوا مضادات الحموضه، الاطفال اللي عندهم مشاكل على مستوى افراط النشاط، على مستوى الاوتيزم التوحد، الناس اللي عندهم لي كريز ديبيليبسي، هاد الحالات هادوما يجب انهم يعرفوا ان البروبيوتيك والبريبيوتيك. انا شوف ما كنهضرش على مكمل، ما كنهضرش على شي حاجه كتباع، كنهضر على شي حاجه كتباع في المارشي، كتباع في السوق، كتباع في السوق الاسبوعي، كنهضر على الخضره، كنهضر على شوف بعجاله وباختصار، البريبيوتيك كل الخضر الموسميه فيها الياف تغذي البكتيريات، البروبيوتيك كل اشياء مخمره، نهار الاربعاء حضرنا الاغذيه المخمره، هذوك الاغذيه المخمره هي بكتيريات حيه كتوصل للقولون والامعاء تقوم لك بالدور. كاين بعض انواع ديال البروبيوتيك والبريبيوتيك يعني كتهرس من طرف حمض المعده، لان يعني حمض المعده ديالنا كيشوف ذاك البكتيريات كي صافي ما كي كما كنقولوا حنا ما كيعقلش عليها، الله ما كيخليهاش توصل. فانت عندك اللاكتوباسيلوس، عندك البيفيدوباكتير، دونك غديهم باغذيه جايه من الطبيعه بالالياف ومن اغذيه مخمره، راه هضرنا كيفاش نصوبوها في الحلقه ديال الاربعاء. هنا كنكونوا اعطينا وكنكونوا بلغنا ما يمكن تبليغه فيما يخص هذه المساله ديال البروبيوتيك والبريبيوتيك، باش ما نبقاوش نسمعوا الاسم. وهذا البروفي وهذا الارث ديال هادشي اللي كنهضروا عليه يعود للاجداد، لان هما اللي اكتشفوا هادشي هذايا، باش بلا ما نقردوا شي حاجه بلي هذا ولا هذا وهاد الامور وهاد المسائل كامله. اللهم اني بلغت، اللهم فشهد. ومشكور جزيل الشكر استاذ محمد احليمي بطبيعه الحال على كل هذه النصائح اللي قدمتيها لنا اليوم. وهذا موضوع مهم جدا، الناس خصهم يردوا البال للتغذيه ديالهم بطبيعه الحال بشكل يومي، ونحاولوا ان كل شيء ناخذوه في الموسم ديالو، نسولوا على الموسم ديال اي حاجه، باش هكذا الواحد ما يبقاش ياكل اكل اللي يمكن انه ياثر على الصحه ديالو بشكل سلبي. حنا القناه مازال متواصل، غنمشيو نتوقفوا مع فاصل وغادي نرجعوا نوصلوا معكم لقاء مستمعينا الكرام الى حدود الساعه 11، دائما بحضور الاستاذ محمد حليمي اخصائي في التغذيه، ونحاول ناخذ معنا مكالماتكم، مكالمات كثيره هذا الصباح. معنا لاله فاطمه من مراكش، صباح الخير يا لاله. لاله كيفاش اخبارك؟ الحمد لله الله يطول عمرك. كنشكركم بزاف على هذا البرنامج. مرحبا بك لاله، الله يطول عمرك. لاله صباح لك، غنسمح لي المستمعين عندي واحد مجموعه الاسئله في هذا الاطار باش ما يبقى عندي حتى شي لبس. واخا، ولكن الا كانت بعجاله لانه كاين مكالمات. يلا الله يخليك، سبق لي حطيت واحد السؤال للدكتور احليمي على كيفاش البكتيريا كتحرق الفران وكتنفعنا، وكان جاوبني. بقى عندي سؤال، كيفاش البكتيريا الغير الصديقه كتحرق الفران وكتضرنا، ولا خلطناهم بجوج كيفاش؟ واحد الله يعطيك الخير، باش نركز معاك، الله يجزيك بخير. واخا سيدي واخا. السؤال الاول كنت سولتيني على البكتيريا النافعه. نافعه كنت جاوبتيني. دابا جاوبتك وي. اللي عندي كيفاش الخميره اللي فيها البكتيريا الغير الصديقه كتحرق الفران وكتضرنا. ياك؟ وكيفاش الا خلطناهم بجوج في الخبز؟ اولا الخميره، اولا الخبز اللي فيها البكتيريا غير الصديقه ما فيهاش بكتيريا، فيها خمائر.
الخمائر كيتحرقوا في الفران كيفاش كيضرونا. وكيفاش ملي كنخلطوهم بجوج وحده كتاثر على الاخرى كيضرونا. والله يخليك بغيت نعرف واش اللي كان ليكس ديال البكتيريا غير السابقه كثير في الذات واش كيتمانيفيست كي كي على لابع الجلده على الظفر باش كيبان لنا الشامبينيون في الظفر ولا الاكزيما في الشعر. وعندي واحد السؤال واحد اخر عافاك دوك لي زامبول ديال هاد البكتيريا السابقه اللي كنشريهم لا فارماسي واش ممكن ينفعونا ولا كيضرونا؟ هادوك سميتهم خميره البيره. لا هادوك لي زامبول اللي كيتباعوا دابا لي زامبول ماشي خميره البيره. لا لي زامبول فيهم بكتيريا سابقه. واخا انا نشرح الكلام واخا داك انا نشرح لك. مرحبا تفضل. واخا شوف الخمائر اللي كيتباعوا دابا الخمائر الحيه سميتها خميره البره فيها العديد من الصياغ باش نحطوا النقط على الحروف. خميره البره لا لوفور دو بيير. انا كنقول الناس شوفوا غير الاسم لا ما نحتاج سي ساكارومايسيس سيريفيسي. ساكارومايسيس سيريفيسي مي كتوصل الامعاء كدير لك جميع المشاكل. مي كتخمر انت بشي حاجه وهذه وهذه دونك دائما الخمائر كتكون بعدد كبير. راه ما تصورش انت راه كتكون الملايير والخمائر لما كتكون معها لان البكتيريات انت مثلا مي غتخمر بالخميره البلديه عندك واحد العدد البكتيريات ما خصهاش تكون عندها منافسه بحال مثلا دابا انت مي كتحط مثلا يلعبوا مثلا 11 لعاب مع 350 لعاب راه باين شكون غادي يغلب لان البكتيريا الصديقه اللي كتخمر الخبز تحتاج وقت من اجل انها تقوم بالعمل. يعني انت غتجيب لي واحد اللي العمل ديالو كيشتغل في 10 دقائق وغتجيب لي واحد اللي كيستغل 6 سوايع سي نورمال لا كاليتي ما غتكونش نفسها. هذه اي واحد غيقولها. جبتي مثلا شي واحد غتشتغل انت وياه في الحديقه ديالك واحد غيقول لك في 10 دقائق غنسالي لك واحد غيقول لك في 6 سوايع عاد غنسالي. كتفهم باللي كاين على الاقل واحد الجوده. البكتيريات اختي الكريمه اللي كتخمري بها الخبز هي بكتيريات تحتاج وقت على الاقل خص 4 سوايع وبالتالي ما يمكنناش نقارنوها بشي خمائر اخرى اللي يعني عندها العدد كبير وكتعطي دي ميتابوليت. علاش الاخرى عاوتاني التمييز بيناتهم الاخرى علاش كتجيها سهله والاخرى كتطول المده؟ لان الخمائر ديال البكتيريات النافعه كتحتاج البي اش ديال الخبز خصو يهبط لجوج فاصل جوج حتى لاربعه بي اش اسيد. مي كتخمر انت بالساكاروميسيس سيريفيسي كتخدم هي في البي اش 6 سو كيفي انت يا البكتيريات الاخرين ما غيبداو ينشطوا حتى يوصل لو بي اش اسيد تيوصل البي اش 4. ما كيجي يوصل البي اش 4 حتى كيقولوا شي الساكاروميسيس سيريفيسي اللي كتخدم في بي اش 6 بدات العمل ديالها وسيطرات. هنا شنو غيوقع لما انت كدير الخميره البلديه البي اش كيهبط. داكشي علاش مي ما كنخمروش بالخميره البلديه معمر الجلوتين يتقطع. علاش؟ لان البروتين البروتياز لا يشتغل الا في البي اش قل من 4 والفيتاز انزيمات لا يشتغل الا في البي اش اقل من 4. يعني نتايا عندك واحد الخمائر خصك تعطيها الشروط ديالها هي الشروط ديال لاسيديتي. هذه يعني تفهمنا عليها. النقطه الثانيه هو ان الخبز الخميره البلديه لا نعتبرها هي بروبيوتيك. علاش؟ هذه كنت شرحتها انايا السيده كانت سولات السؤال انا عقلت على السؤال ديالها وسؤال منطقي يعني كانت فرصه اننا نصح الناس بزاف الامور. مين تكت الخميره البلديه هي خميره ما كنعتبرهاش بروبيوتيك. تقدر تكون بريبيوتيك في الخبز ولكن ماشي بروبيوتيك. علاش؟ لان البروبيوتيك هو البكتيريا الحيه. البكتيريا الحيه هاد البكتيريات هادوما غالبا البكتيريات عندنا جوج انواع. كاين البكتيريات اللي كتسمى تيغموفوب وكاينه تيغموفيل. كاين البكتيريات اللي كتقاوم راسها في الحراره وكاين البكتيريات اللي كتموت في الحراره. بالنسبه لاغلب البكتيريات ديال الخميره البلديه صافي سالت المهمه ديالها من خمرتنا الخبز الله يجازيها بخير حرتنا الانزيمات حرتنا المعادن عطاتنا الفيتاز تحرر الفيتات عطاتنا البروتياز بخي ديجيستيون ديال الجلوتين. وبالمناسبه النساء كيعرفوا الخبز مين كتخمر بزاف كتبدا تشق
هذاك صافي الجلوتين الريزو داك الجلوتين نيتورك ولا داك الريزو ديال الجلوتين بدا يتقطع. دونك هنا ما كيمكنش نهضروا على بكتيريات كتدخل الجسم لانها صافي في في في, في الفران. اما بالنسبه للخمائر كاينين خمائر اللي كيتسموا تيرموفوب يعني كي كي ما كيبقاوش في الحراره واغلبها هي تيرموفيل اكثر من هكا كدوز حتى من الحموضه ديال المعده. تيرموفيل شنو معنى تيرموفيل؟ معناته انها تقاوم في ظل هاد لا 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 يعني وجود درجه الحراره. هذا المساله. بالنسبه للسؤال اللي عطات ديال ان البكتيريات الضاره لما كتغلب على البكتيريات النافعه، نعم كاين البكتيريات الضاره اللي كيتسموا لي باكتيري غرام نيجاتيف. لي باكتيري غرام نيجاتيف مي كتموت كتخلي لنا ال بي اس يعني الدهون السكريه لي ليبوبولي ساكاريد، ولي ليبوبولي ساكاريد مواد اللي هي برو انفلاماتوار اللي كتعطينا التهابات، واول التهاب كديرنا على مستوى الجلد. علاش؟ لان اي حاجه طلعت فيها البكتيريات الضاره ولعبات فيها البكتيريات الضاره كتعطينا كتاثرنا على واحد الماده كيتسمى الهيستاميناز. ولما كينقص الهيستاميناز، لاحظوا ان الهيستاميناز كيفكرنا بالهيستامين، والهيستامين هما الحساسيات. دونك انت ملي كينقص لك هاد اوكسيد الديامين اولا الهيستاميناز كيطلع لك الهيستامين. ملي كيطلع لك الهيستامين كيبداو لك التهابات على مستوى الجلد لا اقل ولا اكثر. مرحبا. ناخذ معنا مكالمه اخرى. استاذي ناخذ معنا معنا السي مصطفى من الدار البيضاء. صباح الخير يا سيدي. الخير. صباح النور، تفضل. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه طيبه للاخت سكينه والاستاذ الحلمي. مرحبا بكم. تحيه لجميع المغاربه في العالم اينما كانوا، وكنقولوا بان المغاربه هما سفراء لنا، وكنتمنوا انهم يكونوا هما المراه ديال المغرب في جميع انحاء العالم. ومن خلال الدكتور الحلمي انني انا كنعتبر راسي بحال كنقرا واحد الكتاب يوميا كنقراو بحال وسميته بحال شكل الاكل العلمي مع الدكتور الحليمي في باب اكل تاكله او اكل ياكلك. هذا بارك الله فيك يا سي مصطفى. هذا الكتاب رائع زعما، من الاحسن انه دير لنا شي كتاب اللي بهذا الشكل هكا. سي مصطفى جايه مفاجاه في الطريق ان شاء الله، غتكون بواحد الصيغه زوينه، واحد الصيغه مقدمه ان شاء الله. كاينه ان شاء الله. من الطلبه الباحثين ديالك يعاونوك في الكتاب هذا باش تستفد منه. لا كيعاونوا ان شاء الله، كيعاونوا تبارك الله عليهم. وبالمناسبه سي مصطفى كنبشرك وكنبشر جميع المغاربه ان الان دابا ان شاء الله غادي ندخلوا في واحد موحد الطالبه في احدى المعاهد العليا اللي غادي تكون على الخميره البلديه ان شاء الله باذن الله. كاينه بحث ديال بروجي دو فان ديتود على الخميره البلديه، وهذا جميل جدا. تفضل سيدي مصطفى. ومن خلال هو واحد النقطه بغيت نزيد، هو انه كنشكر جميع النساء المغرب ومنهم الزوجه ديالي اللي واحد المجهود كبير فوق ما تصور. وانها لدرجه انها يعني هذه الخميره البلديه دخلت لنا الثقافه ديالنا، وهذه هي هذا هو. انا ما عنديش سؤال وعندي شكايه ليك لانه تلميذ انا جيت عندك. مرحبا. ما كنسافروا وما كنمشيو لتش بلاصه الا بهذيك السميره ديالي. يعني انا السميره ما شاء الله ممنوع علينا نسافروا لشي بلاصه في وطيل هذا، خاصه ولك ما نباتوش، خاص الخميره ديالي لا تقدر. واخا سيدي مصطفى نعطيك على واحد السؤال انايا. الله يجزيك فيك بخير. عندك دابا مثلا عندك واحد القطيطه مربيها، ما تقدر تعطيها حتى لشي واحد الا سافرتي، اش غدير لها؟ كيقولوا لك خليها عند الجيران ولا خليها عند لا ما تقدر. شوف ما تقدر تخليها حتى لواحد، ما تقدر تخليها حتى لواحد. الا سافرتي اش غدير لها؟ غدي معاك. غدي معاك. دونك هذيك هي الخميره البلديه. هو المشكل اللي عندنا. والحمد لله. شوف الدكتور الحليمي، انا كنصح جميع المغاربه انهم يخدموا بهالخميره البلديه لانه غيرات. شوف حاجه اخرى بغيت نوصي، هو انه ان السعاده كتنبع من المراه. إلا كانت المرأة سعيدة كتعم على الدار كاملة. بالضبط. وكتكون واحد أنا كنسميها أنا البولة ديال المنزل، البولة الشيمي كطفى المرأة وكتكون مريضة لا قدر الله الأم ولا الزوجة ولا الأخت، البولة كطفى بحال شي بحال الضوء طفى في الدار. بالضبط. أنا كنسميها البولة ديال المنزل. وحاجة أخرى هو أنه بالتجربة كنصح جميع المغاربة أنهم يخدموا بهذه الخميرة البلدية، لأنه يعني احنا كان في الثقافه ديالنا كنقولوا بانه الله يفيد خميرتك. هو قسما بالله الا مني كتخدم بها في دارك كتولي الخميره كيفيد الخير، كيفيد السعاده، كيفيد واحد العدد كبير. الحمد لله والشكر لله. مرحبا سيدي. هذا هو السؤال ديالي استاذ. شكرا الدرس مصطفى. تحيه طيبه لكم وتابعوا والله يوفقكم وجمعه مباركه للجميع العالم كامل. وكنقول لهم
انهم يكونوا هما سفراء. كنأكد على سفراء لاننا احنا عندنا اعداء وعندنا اعداء كثر وكيحسدونا على هذه النعمه اللي عندنا. هذه النعمه اللي عندنا كيحسدونا عليها. مرحبا سيدي مصطفى، واللي حسدك عطاك، شكرا جزيلا لك. تحيه طيبه لكم كامل. تحيه كبيره لك سيدي وصباحك مبروك. مشكور لا. مشكور جزيل الشكر. مرحبا. ناخذ معنا شوف اختي. تفضل. تفضل استاذ. تفضل اختي. انا فقط ناخذ مكالمه. عجبتني الكلمه ديال السيد مصطفى. كلمه معبره وكلمه تنبع من ان السيد يعيش نظام غذائي جيد وحياه جيده واللي نعكس على الطاقه الايجابيه اللي عطانا، فشكرا ليه، شكرا على هذه الجرعه. اكيد اكيد، مشكور جزيل الشكر. نختموا بلاله مروه من تونات بعجاله، بقى عندنا جوج ديال الدقائق. مرحبا بك لاله مروه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. لاله شو كاينه؟ صباح الخير. صباح النور لاله، مرحبا. استاذي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. استاذي الله يحييك، عندي رضيعه 6 شهور تقريبا. اها. تترضع رضاعه اصطناعيه. علاش ما كترضعش رضاعه طبيعيه؟ وقع ليا، وقع لي ابسيب في الدجوله ديالي، وقالت لي الجينيكو خصك تحدي يعني تحدي الرضاعه. بديتي لها الغذاء التكميلي؟ بديت لها دابا بالخضر مطبوخه بالماء هكا ونقيطه بالزيت البلديه كتشربوا هكا في البيبغون، وبالنسبه بالليل هكا كنعطيها المنقوع ديال التمر. والخضره كنوع لها ما بين الجزر، القرعه الخضراء، وبطاطا الحلوه. غير هي واحد المشكل اللي كيوقع لي معاها، باش كنبغي نعطيه لها مره ما كتبغيش تشربوا ليا، حتى تنحللوا لها شويه بالعسل الحره عاد كتشربها ليا. واخا نجاوبك ان شاء الله. لا نجاوبك. يعني واش ما كاينش ضرر؟ واش لا ما كاينش. هو دو توت فاسون يعني هذاك العسل اللي غتجيبيها راه خصها تكون كون اختيار بعنايه فائقه، لان الطفله 6 شهور عندنا في الدار. حنا يعني انا في الدار عندنا الجبوحه كاين. واخا جاوبك ان شاء الله. جاوبك ان شاء الله. واش نكمل لها؟ واش نزيد لها على شي حاجه؟ يعني هادشي اللي كنعطيو نزيد لها شي حاجه؟ استاذي الله يخليك. واخا راني مرتبكه. مرحبا، ما كاينش مشكل. مرحبا تفضل استاذ. هو شوف في القريب العاجل ان شاء الله غادي نرجعوا لهذا الغذاء التكميلي ونزيدوا نفصلوا فيه، لان كيبان لي كاين بعض المغالطات. وزائد انك اختي الكريمه غترجعي الحلقه ديال الصحه والسلامه، ديري غير الصحه والسلامه الغذاء التكميلي غتلقاو من 6 شهور ل 8، من 8 ل 10، من 10 ل 12، يعني حتى العام، لان ما بقاش الوقت باش نهضر في كل التفاصيل. ما ان شاء الله اغلبيه داكشي اللي كديري، انا فقط عندي تحفظ على داك منقوع التمر، لان هذا منقوع التمر وهاد الاسماء وهاد الامور وهاد المسائل ديال كامله بعض المرات. فالبنيته ديالك غتبدا دابا في الغذاء التكميلي ديالها، اغلب الاساسيات اللي خصك تعتمدي عليها راه غتلقايها في هذه الحلقات هذوما، على اساس ان شاء الله في حلقات مقبله ممكن اننا نهضروا على التفاصيل. بالمناسبه مدينه تونات وتونات النواحي هي اللي ممكن انها تنقد العالم فيما يخص كريفلا، فيما يخص القمح الجيد. باقي عندهم القمح الجيد جدا، اقول واعني ما اقول. انا عندي اصدقاء تمايا اللي باش يقولوا الناس فين كاين الزرع بلدي، راه باقي عندهم الزرع بلدي والشعير بلدي. في الاخير اختي سكينه شكرا لك. بالمناسبه ما يفوتنيش نتمنى لكل الاباء والامهات عطله سعيده، علاش؟ لان كاين العطله ديال المدرسه. مزيدا من الحذر عفاكم، جوج حوايج ديما زوينه العطله، ولكن انا جوج حوايج كيخوفوني في العطله ردوا منهم البال. لي زانتوكسيكاسيون، التسممات، ديروا عفاكم ماكله معكم، كلوا الماكله ديالكم، تحضير منزلي في المنازل. والنقطه الثانيه هي ردوا البال في الطريق عفاكم، ردوا البال مزيدا من الحذر، لا في التغذيه ديالكم ولا في الحركه ديالكم ان شاء الله. وخرجوا وليداتكم، ديو وليداتكم للباديه. حنا راه نهار الحد ان شاء الله عندنا خرجه في وسط يعني في الطبيعه، عندنا اول دوره تكوينيه في المغرب كدار على رعي الغنم، على السرحه. ماشي باش نوليو نسرحوا، باش نوليو نسرحوا ونعرفوا شنو الرسائل اللي كانت من وراء هاد رعي الغنم، اللي المهنه اللي مارسها كل الانبياء وكل الرسل. يوم الاحد هيكون يوم كامل ان شاء الله، فيه ترفيه، فيه يعني لاعب، فيه يعني فائده، فيه بزاف ديال الامور. هكا انتم خرجوا وليداتكم، سيروا للطبيعه، سيروا للباديه. اللي عنده شي دجاجه في شي باديه يمشي عندها، اللي عنده شي قنت في شي باديه سيروا عنده، سيروا للباديه، احتكوا بالباديه. ومزيدا من الحذر وعطله سعيده اتمناها للجميع. شكرا جزيلا لك استاذ محمد احليمي، وعطله سعيده كنتمناوها لك والوليدات. وشكرا جزيلا لك بطبيعه الحال، واكيد انا ولقائنا متجدد باذن الله يوم الاثنين جمعه مباركه. ومشكور جزيل الشكر. بطبيعه الحال كان معنا مشرف من الاستاذ محمد احليمي اخصائي التغذيه.